اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. واحد يقول عندي مال بلغ النصاب ودخل عندي مال آخر لم يبلغ النصاب من مصدر آخر، ولم يبلغ النصاب منذ عامين، ولا أدري هل يبلغ النصاب أم لا، كيف أفعل؟ المال الأول بلغ نصابا ثم تجدد له مال آخر لم يبلغ نصابا بعد، يا ترى يضيف إلى الأصل ويزكي الجميع ولا يفصله كده؟ ومدام لم يبلغ النصاب يبقى لا زكاة عليه. تعالوا نشوف الجواب كيف يكون. أولا، لا خلاف بين الفقهاء في أن من ملك من المال نصابا وحال عليه الحول انعقد حوله من حين حصول الملك باتفاق الفقهاء، وإن كان له مالا لم يبلغ نصابا بعد ثم ملك مالا آخر بلغ به نصابا ابتدأ الحول من تاريخ بلوغ النصاب. لكن الخلاف، من كان عنده نصاب واستفاد أثناء الحول مالا آخر قد يكون من جنس ما عنده أو غيره، فإن كان المستفاد نماء لما عنده من مال كريع التجارة، تاجر بدأ يعني تجارته ب10,000 دولار وما شاء الله مع نهاية العام وصلت 50,000، بالقطع 40,000 هذه لم يمر على كل أجزائها عام، دي صفقات متجددة على مدار العام على ما يرزق الله عز وجل. إذا كان المال المستفاد نماء للمال الأصلي فحوله حول أصله ما دام الأصل قد بلغ نصابا. يبقى آخر السنة نقول له إيه؟ انظر إلى رأس ما إلى ما عندك من موجودات تجارية سواء نقد أو قيم لسلع موجودة عندك، وزك الجميع دفعة واحدة ربع العشر كما هو معلوم في زكاة عروض التجارة. مثل هذا قال نتاج السائمة، واحد عنده بيشتغل في مجال الرعي في بهيمة الأنعام أبقار أغنام إبل، ما تجدد منها أثناء الحول أيضا حوله حول أصله لأنه تبع لأصله. واحد عنده 40 من الغنم مر عام بلغت 400، يزكي 400 عند نهاية الحول ولا ينظر هل مر الحول على كل غنم منها أم لا. كان عمر يقول اعتد عليهم حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، لكن لا تأخذها منهم في الزكاة. المقصود أن المال المستفاد أثناء الحول إذا كان نماء للمال الأصلي أو متولدا منه فحوله حول أصله إذا بلغ الأصل نصابا. لكن يبقى السؤال، إذا لم يكن لا نماء ولا نتيجة ربح تجارة أو نحوي، تملكه بسبب آخر إرث وصية، مات قريب له فورث إرثا كبيرا، فهل هذا الإرث الذي استلمه الآن يضمه إلى ما عنده من مال في حساب الحول أم يحدث له ينشئ له حولا جديدا؟ هذا موضع النظر بين أهل العلم. الأحناف يقولون يضمه إلى الأصل، هو كله بدم من جنس ما عنده، دي فلوس دي فلوس، فكلها كتلة واحدة يعتبرها كتلة واحدة ويزكي الجميع عند نهاية الحول. لكن غيرهم قال لا، الشافعية والحنابلة قالوا يمكن يجوز له أن ينشئ لكل مال ملكه بسبب مستقل حولا جديدا. يبقى يعمل حسابه كده ويأيد في النوتة المال اللي أنا ورثه ده ورثته في شهر ربيع، يبقى شهر ربيع العام القادم أخرج زكاته، يقيد هذا حتى لا يعتمد على ذاكرته فقط. نحن نقول يريح دماغه ويضم الكل يعتبره مال واحد ويطلع زكاته في نهاية الحول وقضي الأمر. فالمسألة في محل الاجتهاد كما ترون. ومذهب الأحناف أيسر في التطبيق، آخر السنة شوف عندك كم زكي من غير دخول في تفاصيل، ده جالك إمتى وده كسبته إمتى،
اعتبر الجميع كتلة واحدة وذكر الجميع في نهاية الحول. لكن من أراد أن يأخذ بالقول الآخر نعم له حظ من النظر قطعا، هذا مال مستقل بسبب مستقل لا علاقة له بالمال الذي كان عنده، لا ربحا لتجارة ولا نتاجا لبهيمة أنعام، مال مستقل إرث وصية هبة عطية ممكن يعمله حول يعني جديد، والأمر في ذلك واسع، والحمد لله على توسعته على عباده ورحمته بهم جل جلاله.